قلت له: ما هل قرب الموت منا؟ قال: لا، ولكن شفتك تناقش مرتك، تقول لها: شو اوصي؟ ارد الطفلان شي، خاف ان اموت، خاف ان يصير شي، خاف ان الله يكتب لي الكرامه. بل كان قال: اسمعني، كل هاي الوصايا باليه، ورثك ممكن ان يتناحر عليه. عندك بيت يتناحر عليه اولادك، عندك ولدين ممكن يتناحرون على البيت، مرتك ممكن بعد صغيره ممكن تروح تتزوج عليك، هاي سنه الحياه. امك وابوك ميتين، ما عندك شيء تخاف عليه، ولكن وصيتك الكبيره بالحسين: كونوا كلكم حبيب وبرير وعابس وجون بهذا المقام الجلل. لا توصي اولادك ابو ورث بصخام وجه، هذا سنه الحياه، ذن يعرفون ان يتعاركون عليها. حتى لو قلت لك 400 ولابنك الزغير 100 وتريد ما تعدل حسب الاخلاق، عندك ابن مو خوش ما تريد تطيه، انت حر، انت مالك هذا، انت قوام عليه. ولكن قضية زينب وقضية الحسين قضية ريتها تسري بأعماقنا الصرعة قائدية. احنا الان نمر على وجود، احنا وين؟ ليش وي ايران؟ ليش وي الحوثيين؟ ليش وي حزب الله؟ هل احنا لانه حزب الله اسمه حزب الله وشيعي؟ لان الايرانيين لانهم شيعة؟ لان الحوثيين لانهم شيعة؟ لا، لان هؤلاء هم من يعرف كيف يدافع عن زينب، هؤلاء هم اعدوا للدفاع عن زينب العصر وعن الامام المهدي واثار الامام المهدي. انا ما اقدر اكون بالصف المعادي، والله ارض فلان، والله ارض فلان، والله خاف يحرقون بيتي، ان شاء الله احترق كله ولكم ما ظلت كرامه، ولكم علينا احنا نقول بعلو صوتنا، اللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبه يروح للجحيم. علينا ان نكون مع ايران حتى نفنى، مع الحوثيين حتى نصهر، مع حزب الله حتى نقطع كافن دسدس، كافن دسدس. بالامس الحوثيين اذلوا كبرياء جبروت العصر وطاغوته، ولو كانوا الحوثيين على حدود اسرائيل لابادوا اسرائيل، لو كانوا الحوثيين على حدود اسرائيل لابادوها، لان من يريد النصر لا يخاف من التقطيع، ومن يريد وجه الله لا يخاف على نسائه من السبي، ومن يريد عشق محمد ليتوطن الى الموت والتقطيع، ومن لا يريد ذلك فهو منافق ودجال.